بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمكن انا كلامي على حسام غالي هيبقى مختلف شويه، لان كلنا الموجودين هنا عشنا فتره طويله جدا حسام غالي وحوالين حسام غالي، لكن انا طبعا يمكن عشت حسام غالي على ارض الواقع لفتره طويله جدا، وهو صغير وهو بيبدا مشواره الفني، وشفته في فترات بدايته فترات نضوجه. واقدر اقول ان اي مدرب بيتمنى ان يكون معاه لاعب زي حسام غالي. صفات كثيره جدا يتصف بيها، ايجابيه ليه كلاعب بشكل فردي وللمجموعه اللي بيشتغل معاه بشكل جماعي، فبتساعد اي مدرب بشكل كبير جدا على روح معينه اعتقد ان احنا بنبقى محتاجينها في النادي الاهلي، وهي روح البطوله اللي احنا طبعا متربيين عليها ولازم تبقى موجود عند اي لاعب موجود في النادي الاهلي. علشان كده بقول يمكن حسام غالي، لو صنفنا حسام غالي بقول النادي الاهلي فيه لعيبه كتير جدا جد على مدار التاريخ الطويل طويل التاريخ المشرف بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اقدر احط على قمه الهرم اللي فيه اللعيبه المميزه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. فحسام غالي طبعا بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه، لانه ادى النادي الاهلي طبعا وحقق بطولات كثيره جدا، وزي ما انا بقول كمدرب عشت معاه فتره طويله جدا بقول ان هو لاعب مميز وفعلا قدر يعمل تاريخ لنفسه، وعشان كده يستحق هذا التكريم بالشكل اللي يليق به. وفي نفس الوقت اعتقد ان كلنا بنتفق ان شاء الله بنتمنى ان الاحتفال باذن الله، وانا متاكد يليق باسم حسام غالي، وبتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه. كل التوفيق ليك يا حسام. Thank you.